السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغرب الجميل، المغرب الساحر، المغرب الرائع المليء بالمتناقضات بالمترادفات، المغرب اللي عامل زي لوحة من الفسيفساء، المغرب اللي ما فيش زيه بلد في العالم. لذلك يقولوا لك إذا أنت في المغرب فلا تستغرب، المغرب المختلف من منطقة لمنطقة، المختلف في الزي. أي نعم، هي الجلابة هي الجلابة، ولكن ممكن تختلف من الرباط، تختلف في مراكش، تختلف في طنجة، حتى اللهجة نفسها، اللهجة بتختلف من مكان لمكان. يعني مثلا في الشمال تلاقي مثلا في طنجة تلاقي اللهجة المغربية مخلطة بإسبانيولا، يقول لك مثلا النبيرة، النبيرة دي إسبانيولا، يقول لك الكامبو، هنتفرج المباراة في الكامبو، يقول لك بلاصة تورو اللي هو المكان اللي كان فيه الطور، تمشي مراكش يقول لك دروكا، ما يقول لكش دابة زي الشمال. فشوف اللهجة بتختلف من مكان لمكان، تلاقي في أمازيغية، تلاقي الأمازيغية عندها كم فرع، تلاقي عندها فرع الريفية، عندها فرع الشلوح، عندها فرع السوسية، تلاقي الاثنين مثلا سواسة مع بعضهم في المغرب بيتكلموا مغربي على طول، ما فيش مشاكل خالص مع الناس. مثلا شغالين في البقالة، مرحبا بيك، متشرفين، ايش خص خاطرك، اول ما يتلاقوا هما الاثنين مع بعض هادوا للناس اللي هما السواسة ملزكين وشقت شوية، تلاقيهم قلبوا 360 درجة وبيتكلموا بيه، بيتكلموا باللهجة اللي هم عندهم حنين ليها، اللهجة الأمازيغية. هكذا مثلا الروافة تلاقيهم عادوا بيتكلموا مغربي، أول ما يتقابلوا مع بعض نشنين إرفيان وتلاقيهم بيتكلموا ريفي مع بعضهم. تلاقي الصحراء وعايشين في المغرب عادي مثلا، أول ما يتقابلوا مع بعض وخيرت بيك وفين كنت وتلاقيهم بيتكلموا بالريفية بالصحراوية مع بعضهم. الكسكس بيختلف من منطقة، هو الكسكس بيختلف من منطقة لمنطقة، من مكان لمكان. يعني هذا المغرب الجميل العظيم اللي هو كل حتة عندها الناس بتاعتها، كل بلاصة عندها الناس، كل بلاصة عندها الفكرة، كل، لكن في النهاية هدول المغاربة في النهاية بيصبوا في قالب واحد فقط. يقول لك ايه اكتر كلمة تسمعها في المغرب هنا؟ يقول لك احنا المغاربة. اكتر كلمة تسمح، يعني عندهم اعتزاز رهيب، يقول لك احنا المغاربة، سواء في النقل، سواء في الحاجة الكويسة، سواء في الكورة، سواء سواء سواء. فانت في المغرب ما تستغربش ابدا لاي حاجة تشوفها. ليه؟ لان اي حاجة تشوفها تضيف ليك فكرة جديدة وبعد جديد، هتحس ان انت في المغرب، انت في كوكب اخر. يعني انت مثلا انا مشيت السعودية ومشيت دول عربية كتيرة ومشيت، تلاقي العادات والتقاليد متقاربة مثلا ما بين مصر، ما دول المشرق كاملين متقاربين من بعضهم. انما انت في المغرب فانت مش في دولة عربية، انت في كوكب، يعني كوكب المغرب. فانت في المغرب فلا تستغرب. حتى في الاكل، الاكل مثلا تلاقي مثلا مراكش تلاقي عندهم طنجية، ممكن تلاقوها بيعملوها في مكناس، لكن معروفة اسمها ايه؟ اسمها الطنجية المراكشية. تلاقي مكان يعملوا فيه المقلوبة، تلاقوا مكان يعملوا فيه لحمة بالبرانية، معرفش مكناس ولا ايه، البرانية يعملوها في، لو حد يقول لنا البرانية دي بيعملوها فين، لو حد من اللي بيسمعنا يقولنا البرانية اللي هي بيعملوا لحمة بالبدنجان، يا خبر ابيض، يا رهيبه رهيبه، لحمه بالبدنجان، تفتح الطاجين كده تلاقي ايه، بدنجان وفي اللحمه اسمها البرانيه، حاجه يعني في منتهى اللذاذه ومنتهى الجمال ومنتهى الروعه. احنا النهارده معانا فتفوته، معانا حاجه غريبه جدا تخلتني اقول انت في المغرب فلا تستغرب. اكله مغربيه، اكله مغربيه لذيذه، لديدة بالمغربي، لذيذة بالمصري، حلوة قوي بالصعيدي، واعرة مزيونة بالزاف بأي لغة تختاروها، بالمغربي طبعا. أكلة جميلة جدا وطعمة جدا مغربية، ومش مش هتتخيل هذه الأكلة الحلوة دي تمنها كام. شوف غلاء الأسعار، كل شيء يغلى في العالم ما عدا الاكله دي، هي الوحيده اللي ما تغلاش ابدا. تصور تمنها كام؟ تمنها غريب عجيب، تمنها درهم واحد فقط، والاكله دي موجوده في منطقه معينه في المغرب. وتشوف الراجل اللي بيبيعها تلاقي البنات عليه زحمه، وتلاقي الزحمه عليه، وتلاقي يعني بيحب، تمنها درهم واحد فقط. احنا النهارده هنقدم لكم الاكله دي اللي هي تمنها درهم واحد فقط، موجوده في مكان معين في المغرب.
وهنقدم لكم ازاي بتتعمل، هنقدم لكم الفرن المغربي البلدي التقليدي، وازاي الاكله دي بتخرج من الفرن وازاي بتطلع من الفرن وازاي بتتباع وازاي الناس بتحبها. خلوكم معانا في الحلقه دياتي، هتعجبكم كتير جدا، فيها لذه كده، فيها حاجه مختلفه. لكن السؤال، اكتبوا لنا هل الاكله دي اللي انتوا هتشوفوها في هذه الحلقه موجوده عندكم في الاماكن اللي انتوا فيها؟ يعني هل الاكله دي خاصه بس بالشمال ولا موجوده في اماكن تانية؟ وهل انتوا سبق ليكوا كلتوا الاكله دي ولا لا؟ واكتبوا لنا ايه الاكله اللي المنطقه اللي انت فيها متميزه بيها، مثلا مكناس متميزه بايه، فاس متميزه بايه، مراكش معروفه بالطنجيه، بس هل الاكله دي سبق لكم كلتوها قبل كده؟ هل هي موجوده في المنطقه الجغرافيه في المدينه بتاعتكم؟ خليكم معانا علشان تشوفوا الفرن البلدي، علشان تشوفوا الاكله دي وهي بتدخل الفرن وهي بتخرج منه، وازاي بتتباع وازاي تمنها درهم واحد فقط، وازاي لذيذه وازاي الناس بتحبها وبتموت عليها. وانت في المغرب فلا تستغرب، دايما استمتع، enjoy your time. خليكم معانا في الحلقه دي، هتستمتعوا جدا. واكتبوا لنا هل سبق ليكم كلتوا الاكله دي قبل كده، هل موجوده في المنطقه بتاعتكم، وايه بونابتي بالصحه وراحه، بالصحه وراحه، وايه وشكرا بالزفعة. نخش على المكله، ونخش على الفرن البلدي، ونخش على ايه؟ درهم واحد فقط. في الحرب الروسية الأوكرانية كل شيء غلي ما عدا الأكلة دي، تمنها درهم واحد فقط. يلا بينا ناكل مع بعض. صور هادي هذا كارينتي. ده كلنتي. ده عبد السلام. عبد السلام الفتوح. عبد السلام دي الفتوح. اهلا سيد عبد السلام. اهلا وسهلا. سيفت امريكان. ننزل لك في كل مكان. الفرن المغربي للطحين. الله يعطيك الصحة. دي ايه بقى دي يا معلم؟ دي رغيفة دي ولا ايه؟ دي ايه دي رغيفة دي ولا ايه؟ ايه اللي بتحطها في الفرن دي؟ ايه هي دي؟ بيت النار. ها؟ هذه بيت النار. لا اللي انت دخلتها دي ايه هي؟ هذيك الرغايف. الرغايف. رغايف كارينتي، بطاطا حلوة، فهمتني؟ والصفوف، هذاك الشوف، هذاك الصفوف راه هو، الصفوف. حلو. عنده الصفوف هاهو، هاهو، شوف هي. ده طحين الصفوف. الحوت. صور تلحوت. عبد السلام انت لطيف. شنو سميتينا؟ انا؟ شنو اسمك؟ انا اسمي فلاح مصري. تبارك الله. اهلا وسهلا. لا فرق بين اسمي محمد. لا فرق بين عربي وعجمي، كلهم تساوى. الله يرضى عليك، الله يحفظك، الله يحفظك. المغاربة رائعين والله. الحمد لله. كيف بيتعامل الكلنتي؟ هذه هي الحياة المغربية الرائعة جدا. هنا ده الصفوف، الحوت، الدقيق ممكن يطحن هنا. هذا الفرن المغربي التقليدي. طبعا مصر، وهنا كمان في المغرب عشان الناس يجوا عندك. ده كلنتي معروف. عبد السلام معروف. عبد السلام معروف. تقف في المصلى. انا في المصلى شي، انا في فيسبوك، انا كاين تما في الفيسبوك. انا في فيسبوك طلعوا عاد شوف. طيب قول للناس، قول لهم حاجه، قول لهم حاجه، قول لهم حي المغربي. حي المغرب. مصري ديالنا. حبيبي بارك الله فيك. حبيبي الله يحفظ المغاربه والمصريين يا رب العالمين. كل سنه وانت طيب. محمد ايش؟ انا سيدي. ايش؟ حاضر. تعال. حاضر. هذا مو.
ايوه الكلنتي. قول لنا. شكرا 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 والله لا شكرا، وانت كريم كرم المغرب. اذا هذا هو الشكرا. اعمل يا سيسي ده الكلنتي اللي هو مع. قول لي الكلنتي ده مش موجود غير في الشمال صح؟ كاين في وجده الحق الشمال في طنجه اللي كاين واعي سرانه في مراكش؟ مراكش؟ لا مراكش لا مش في وجده في تطوان في تطوان في العرايش في العرايش في الشمال الشمال سي عبد السلام دي الكلنتي اشهر واحد في المصلى يعمل كلنتي وشوفنا طريقة عمل الكلنتي حاجة نظيفة نقية رائعة جدا هالكلنتي بتحط عليه الكمون بسم الله رائع جدا جدا انا كان بلاصي دابا لا هو انسان عم بصول